السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. إن شاء الله خياتي وشاهم حوالكم، إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن الأحوال. نرحب بالمشتركات تاعي سواء من داخل الوطن ولا خارج الوطن، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. اليوم خياتي عندنا فيديو متنوع في حاجات بزاف بزاف متنوعة، رانا رايحين نكتشفوها ان شاء الله، يعني على مدار هاد الفيديو ان شاء الله تكون عندكم راحة بالصدر وتكملوا الفيديو للاخير باش تكتشفوا المحتوى تاعو. عندنا طبخ، عندنا تدابير، عندنا حاجات بزاف راني رايحة نتشارككم بيهم نشارككم بيهم. هنا راهي مروه كيما مداريه اللعبه تاعها المفضله، دائما هذوك المساسك تنحيهم من السله وتستفهم قدام اي حاجه كانت على يدها. هيا اخترت نخليها تلعب هكذا على راحتها، ماشي كل حاجه شغل نديروها خاصه بينا ونستعملوها لينا وممنوع اللمس، يعني رانا رايحين نقيدوا حريه الاطفال. وش عليه الحاجه اللي ماهيش حتكون فيها هذيك الخساره، يعني راهم رايحين يخربوا برك، نعطوهم مساحه من الحريه ونخلو وليداتنا يلعبوا على غرضهم هكذايا باش يكونوا الاز. ومره على مره ثاني حاجه باينه رانا ننبهوهم ونقولوا لهم كي ترميوا هذوك الدوزان تاعكم رفدوهم باش هكذا يتعلموا المسؤوليه. هنا نبداو الروتين تاعنا اليومي اللي فيها فريز، فيها غسيل، فيه كلش. انا دائما هذيك الماشينه كيما قلت لكم يوميا لازم هذيك الماشينه تاعي الدور، يا لو كان ندير قيس غسله وحده ما نحبش نركن الحوايج على اسباب بزاف بزاف. اولهم طويان الا تحجروا، يعني هذاك الطويان مع انا نحبهم شغل على المسطره، كي نقول لكم راسي يتصدع. هنا الاخوات قالوا لي انا واش شاركينا الطويان ولا راني دايره فيديو، يعني من الفيديوهات القدم كيما فتحت القناه راني دايره واحد تاع الطويان، ما على باليش واش من هو الا شفيت عليه. باذن الله راني رايحه نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف ولا اليامات الجايين راني رايحه نصور لكم، باسكو راه الطويان كل يوم ما نحكي لكمش ما يخلص ما يخلصش هذاك الطويان تاعنا. هاملك هذوك الحويجات تاعي راهم تغسلوا وراني نشرتهم، راهي واحد شموسي في السطح ما نحكي لكمش، تبقل هذا مازال الصيف ومازال هذيك سخانه تاع الصيف، ورانا ننشروا هذوك الحوايج من نصيبوهم يبسوا من. وهذه كيما العاده والعوايد هذيك طلة العزيزة تاع جمع كتشابة، شوفوا تقول طابلو ولا نوقف هنا ترد الروح. واخوات تانية بزاف يشاركوني الراي ويقولوا لي نوال كاين اللي حومتهم هنا كاين اللي ترباو هنا، كل واحد يعني واش تعني له هاد القصبة ولا العاصمة ولا. المهم انا هاوليك المقارون تاعي راهو طاب، جات المريقه تاعو حمراء الله الله. كنت شاركتكم الوصفه تاعو، يعني توم وفلفل كحل وفلفل عكري شويه زيت وطماطيش واعشاب عطريه، وهذيك الدرسه تاعنا تكون مقليه الله الله باش نرمي فيها هذاك المقارون اللي غليناه في شويه ما. انا كي طيبت هذاك المقارون تاعي هنا كانت ثلاثة شغل العشيه هكذايا، خرجت يعني ما عندي ما شريت كيما راكو تشوفوا، شريت هاد لاباسوار تاعي شغل تقطعت، هادي يجب لي ربي من هذاك النوع المليح، يعني كي صبتها صيدتها خاصه كي عندها هذاك البواني الاحمر. انا شفتها تعرفوا ما قال لي، قلت لها ارواحي انت عندك يدك حمراء ارواحي نديك وزيد بزياده. راهي كيما نقولوا صحيحه، دير 25000 وشيت هاد لابانس تاني تاع الحلوه دير تاني 55000 في الدوغي. راهو جاي سيدنا رمضان المبارك، يعني نسحقوا نرفدوا قريوش قطايف حاجات المعسلين هكذايا مقروط اي حاجه معسله ولا حلوه اللي رانا رايحين نرفدوها بهاد لابانس الدوغي. راني زعما بديت نوجد بديتها بلابانس، وفي طريقي كنت جايسه شميت ريحه قلب اللوز، هي شهاني شريت مرسوه تاع قلب اللوز. هاوليك راني طيبت زعما شويه لاتاي، ما كانش عندي هذاك لاتاي الخضر، بصح انا لاتاي اليابس دائما متوفر عندي في الدار، شغل معناتها كي يهدف لي على هذاك لاتاي ونحب نشربو راني رايحه نطيبو، يا لو كان باليابس ما كانش الوريقات هذوك الخضوره واش عليه، راهو رايح يجي ريحه النعناع اليابس تجي ما شاء الله. وهذوك طريفات تاع قلب اللوز وبصحه ولهنا وشهيتكم في الجنه خياتي. هذوك الحويجات تاعي نشفوا، انا ما نحبش نركن الشغل صراحه، هي لاصقه لاصقه فيا، قالك مذبوح في عيد ولا في عاشوره، نطويهم في الليل ولا في الصباح، انا ماشي كل حاجه نخدمها في وقتها ويتهنى الفرطاس من حكان الراس. حكمت هذوك الحويجات تاعي كيما راكو تشوفوا وطبقتهم، كل حاجه نديرها في بلاصتها اون بلوس هكذايا ما يتكرفصوناش، احسبوا ديروهم في السله ومن بعد كيروحوا من ويولوا من يولوا هذوك الحوايج مبهدلين كي الدواره. منا كاين حويجات تاع مروه قلت نديرهم داخل
هذيك البيطه واللي تجي داخل الخزانه. داخل الخزانه هكذا نستفو امورنا كما قلت لكم، باش ما تتخلطش علينا الدنيا والشغل هذاك يولي يتجعد كيما لاستيك ما يخلص. هنا خياتي كي شاركتكم هذيك المروحه عند اختي، ولا هذيك العرضه، ولا القهيوه، ولا شاركتكم الفيديو، اخوات بزاف 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 منا نوجه لهم سلام وتحيه كبيره، نقول لكم جزاكم الله خير، ربي يرزقكم سعاده الدارين وبر الوالدين، اللهم امين يا رب العالمين. كانوا تعليقات ما شاء الله في هذاك الفيديو، واش نقول لكم، والله العظيم غير الله يبارك عليكم، ربي يحفظكم من كل سوء. طلبوا مني هنا الاخوات، قالوا لي انا وال جبتك وجبت خديجه، جبت خديجه راهي في دارها، خديجه من دارهم راحت لدارها، وليدها يقرا، وانا يا تاني توليت لداري، انا جبتي نقدر عليها نصورها لكم، جبت خديجه راهي في دارها، الا تلاقيت بها راني رايحه نصورها لكم، ولا ما نسيت، ولا تلاقيت بها كما نقولوا في القريب هكذايا، هاي ليك جبتها قطيفه لي مونش تاعها تخوا كاغ، وفيها تاني هدايا اللي راكم تشوفوا فيها، فيها بالالوان، هي راهي زرقاء، وهاد هذا شغل قالون ولا فتله، ماشي فتله، لا لا، هذا راهو شغل قالون اللي راهو فيها هكذايا، جايب الدوغي، هذا ما راهوش ارجنتي، لا لا، وفيه لي كولاغ، يعني هكذا تاع قعده تاع ضيافه خفيفه، ما راهيش هكذايا شغل تاع كل يوم شويه شارجي، انا في الشتا ما نكذبش عليكم، للدار مانيش نحكي على خرجه، نفضل البيجاما دائما، عكس الصيف، عكس الصيف، في الصيف نحب نلبس هكذايا جبيبه تكون خفيفه، بصح في الشتا العكس تماما، مي بصح كي نروحو ضياف لازم لنا هذيك جبيبه شابه على حسب المناسبه اللي رانا رايحين ليها، الا رحنا قاعده خفيفه رانا رايحين نلبسوا حاجه خفيفه، الا كان حاجه مناسبه واحده اخرى اكيد، يعني الحوايج راهم رايحين يتلبسوا على حسب المناسبه، يعني ما راناش نروحوا بزاف للعراس، وما راناش نروحوا للمناسبات، ماشي بزاف، ما راناش نروحوا كاع، يعني في رانا في عام ونص واحد ما راح لهكذا مناسبه تاع عرس ولا سي بوغ سا ما شاركتكمش هاد الخرجات، ولبست لها هي كشتوها فيها هادوك العقيقشات، لبست لها هاد لاباغوغ اللي راكو تشوفوا فيها، يعني انا صورتها اكسبري، كنت دائما كي نلبس هاد البغاسلي يقولوا لي البنات يا نوال صوري لنا هذاك البغاسلي وشنو هذه، يا لاباغوغ الى هذيك جات ثبتها، هذه باغوغ كيما راكو تشوفوا فيها، يعني انا نلبسها يوميا هكذا، يا خفيفه ما نحيهاش من كما نقولوا من رقبتي السنسله ولا البراسلي تاعها، تشوفوني دائما بالتصوير في التصوير نصور بها دائما، هاي ديك صورتها لكم، وقلتوا لي لا الى الى ذهب ولا واش يقولوا له هذاك ذهب ولا فونتيزي، لا لا خياتي هذه ذهب ماشي فونتيزي، هذا واش حبيت نقول، كنت نحوس على هذيك الكلمه، ودائما كي نقول لكم الحاجه خياتي الفضه نصيبوا فيها دائما ماركين فيها 925، والذهب خاصه الا كان ايطالي نصيبوا فيه هكذاك رقم 750، هكذا الاخوات ياخذوا فكره، اللي ما يعرفوش ياخذوا فكره كيفاش يعرفوا بين الذهب والفضه، هذا الا كان ذهب ابيض حاجه باينه، راني نقول لكم على على الرقم تاعو يكون 750 والفضه تكون 925. هنا كيما راكو تشوفوا هاد الصربيه العزيزه، والله غير تهبل، شوفوا شحال شابه، تجي هكذا بطويبله صغيره وكرسي، ولا تجي هكذايا في غرف تاع الاطفال مخدومه بالكروشي، مخدومه خدمه تاع اليد، خدمه متقونه، الاخت اللي خدمت لي هاد الزربيه راني رايحه نخلي لكم الرابط تاع الانستغرام تاعها والفيسبوك ونيميرو تليفون في صندوق الوصف، تخدم شحال من حاجه ماشي غير هاد الزرابه، شوفوا لاباج تاعها وخدموا الحاجه اللي راكو حابينها، خاصه هاد الزرابه بزاف بزاف شابين، يعني ماشي غير هادي، عندها حاجات بزاف بزاف، ان شاء الله راهي رايحه تعجبكم الخدمه تاعها كيما عجبتني انا. هنا كيما راكو تشوفوا خياتي، قلت نجوز اشتوني في الفطور، درت هذاك المقارون قعد لي وانا خرجت جيت عيانه وكامل، هي قلت والله غير اللي كيديهم شويه ندير لهم هاد لي بغوشات، ما حبيتش نزيد نطيب، صافي حاجه جديده، قعد لي هذاك المقارون قلت على بالي هذاك ماهوش راح ينتكل وحده، نزيد ندير لهم هاد لي بغوشات، كان عندي صدر تاع الدجاج كيما راكو تشوفوا، درت بابي كويسون، درت له هذاك هذاك البصل من فوقه، ودرت هكذا فلفل وطماطيش، الحاجات اللي متوفرين عندكم راكو رايحين ديروهم في لي بغوشات، ترافقوهم مع رز ولا مع بطاطا مقليه، ولا كيما درت انا قعد لي هذاك المقارون الفطور، اي قلت هكذا باش شغل نزيد لهم شلاضه وتحسب لهم حاجه كبيره، نخلعهم نكلخوا لوليداتنا باش ياكلوا هذيك الحاجه، هم ديك دوكاتي كان نجوز نتبل لهم ندير لهم شويه كركم، شويه سكنجبير، شويه ثوم غبره، اعشاب هذوك ماشي اعشاب، لا لا
التوابل تاع الشاورما، فلفل كحل وسكنجبير. راني نقول اعشاب، رديتها بيتزا ماشي اعشاب، التوابل الخاصين بالشاورما راهو يبيعهم لي بيع لي زيبي، تصيبوا عنده كلش يعني، سخسيوه برك على الحاجه راهو رايح يعطيها لكم. زدت من الفوق رشه تاع الملح وشويه تاع الزيت، واحد زوج مغارف تاع العشاء هكذايا من الفوق، غطوه ببابي كويسون، زيدوا له ورقه الومنيوم ودخلوه داخل الفرن. غير تحسوه شغل خلاص تلقى هذاك الماء تاعو تاع الخضره، على بالكم البصل يتلق والطماطيش تتلق، تماتيك على الريوخياتي باش ياخذ لكم هذيك التحميره. كيما سبق مقبل وشفتوا في لا فيديو خياتي، بديت لكم بهاد البيتزا السائله اللي تجيب القرعه، على بالكم هاد القرعه راهي تخدم الهوايل، راهي توندونس، راهي تخدم كل حاجه. هما لا انا اقترحت عليكم اليوم هاد البيتزا السائله اللي تجي من اروع ما يكون. مي بصح الوصفه راني رايحه نخليها لكم في صندوق الوصف ولا في تعليق مثبت، راني حطيتها في قناتي الثانيه مطبخ نوال كويزين فاصيل هكذايا، باش تشوفوا الوصفه بالتفصيل وتروحوا معها خطوه خطوه وتطبقوها، خاصه الاخوات هذا اللي ما عندهمش فرن راهم رايحين ان شاء الله يجربوها وتعجبهم. هنا نجوزو نديرو الوصفه تاعنا الحلوه. وهنا خياتي نجوزو نديرو حبيبات تاع بوس ولا تمسو، الوصفه هذه التقليديه من الزمن الجميل، هذه الوصفه اللي راني رايحه نشارككم بها على الطريقه اللي ديرها اختي الكبيره، ربي ان شاء الله يحفظها من كل سوء. واش انا رايحين نسحقو في الوصفه تاعنا؟ عندي هنايا 4 صفر تاع البيض، عندي زوج باكيات فلون فاني 50 غرام 50 غرام، يعني الوزن تاعهم 100 غرام في زوج، عندي حبيبه قارص مسكرفجة، عندي هنايا العصير تاع هذيك الحبيبه تاع القارص خديت منه غير زوج مغارف، عندي هنا فاني على راس المغرفة خميره كيميائيه وقرصه تاع الملح، عندي منها زوج مغارف كبار تاع ماء الزهر، عندي مغرفه كبيره تاع الزيت، عندي باكي واحد تاع المارغارين وزن 250 غرام، عندي هنايا نص كاس تاع لامايزينا، هذا سكر كلاص راني رايحه نرمد فيه بوسولات مسو تاعي، وحاجه باينه الفرينه رانا رايحين نلمو بها العجينه. جوزو دوكا نحط هنا الصفر تاع 4 بيضات تاوعنا، هامليك 4 صفر تاع البيض، نحط لهم هنا هذاك الفلون، نزيد لهم الزبده هكذايا، نزيد لهم مغرفة تاع الزيت، نزيد لهم هذا جو سيترون، ونخلط كلش بالباتور حتى نتحصلوا على هكذايا ميلونج يكون كريمي. شوفوا الميلونج تاعي كيفاش طلع، هو تقدروا تخدموه باليد مي بصح من المستحسن يكون عندنا هكذايا الباتور باش يجينا هكذايا خفيف ويطلع مليح مليح. هنا نزيد زوج مغارف تاع المزهر هكذا، زوج مغارف كبار تاع المزهر، ونزيد هذاك الفاني ولا ليفور وهذاك لو زيست تاع القارص، زائد مغرفة زائد نص كاس تاع المايزينا. هنا عندي نص كاس تاع المايزينا هكذا، هاوليك نزيدو هاد على راس مغرفة لا ليفور الملح والفاني، وعندي هنايا قشور القارص، حركو غير هكذا شويه باش ما يطرش عليا، ونزيد نطلعو بالباتور باش نجمعو من بعد بالفرينه. هاوليك هنا شوفوا كيفاش راهو طري هكذا، راهو راح يسهل لنا الخدمه. دوك نجوز نبدا نحطلو في الفرينه، وشنو الفرينه ما تزربناش يدنا على، ونزيدو لها بشويه الفرينه حتى نتحصلو على عجينه طريه ماشي يابسه، وماشي تانيت هذيك طريه بزاف باش ما تحبطناش داخل الفوخ. هاي ليك العجينه تاعي راني لميتها، شوفوا القوام تاع العجينه، ما راهيش هذيك العجينه اللي ناشفه، وما راهيش تانيت هذيك العجينه كيما قلت لكم اللي طريه بزاف. دوك هاتي كان نجوز نديرها حلا باش هكذايا باش نقطعها شويه عجينه هكذا، ما تاخذوش عجينه بزاف، رش هكذا رشه خفيفه تاع المايزينا، ونسقم الحربوش تاعي بيدي هكذايا هكذايا. هكذا نعبص عليه شغل باش نخرج له كامل هذاك الهواء، مانيش آلاس في التصوير هكذا.
وهنايا الحبات انتوما تحكموا فيهم، حبيتوهم خشان حبيتوهم هكذا، حبيتوهم كبار حبيتوهم صغار، انتوما اللي راكو رايحين تتحكموا في الحجم تاعهم هكذا. هكذا ونشدو الموس ونقطعو الحبيبات تاعنا هكذايا. نسقموهم هذا الشيء في الطرف. هاي ليك الحبيبات تاعي هنايا بعد ما قطعتها، ندخلها للفرن على درجة حرارة 170 حتى تاخذ لي هذاك اللون الذهبي، ما نخلوهاش شغل تحمر بزاف باسكو على بالكم بلي هاد الكاطو يجي بزاف مبسس ويجي بزاف هكذا يا طري، باش نجوزو للمرحلة اللي موراها. وهنا خياتي طيبت شربات، درت كاس واحد تاع السكر، درت له زوج كيسان تاع الماء، برج تاع القارص، درتهم غلاو حوالي واحد 10 دقائق، طفيت الفرن وها هي ما راهي لا خفيفه ولا ثقيله، خليتها بردت مليح مليح باش نجوز نرمي فيها الحبيبات تاع بوسولات مسو تاعي. شوفوا كيفاش جا، هاوليك اللون تاعو اللي طاب فيه، راهو ما شاء الله هكذايا يعني. نخلوه يبرد، انا للامانه طيبته البارح واليوم اللي راني رايحه ندير له هاد السكر باسكو جا بزاف طري، نخاف لو كان نسكرو وهو هكذاك سخون راهو رايح يتفتت لي، هما على باش نحصلو على نتيجه لاباس عليها مرضيه رانا رايحين هكذايا. نخلوه يبات ليله كامله. هنا تاني ملاحظه خياتي، رماركيتو بلي انا ما درتش السكر داخل العجينه، اكتفيت غير بهذاك الفلون فاني اللي درتو باسكو رانا رايحين نشوفو نزيدو نشربو هكذايا في السيغو ونزيدو نرمدو في السكر، راهو رايح يكون الذوق تاعو تاع السكر يعني قيس قيس، حتى ولا تاكلو الحبه هكذا من غير ما جوزتها في السيغو راهو رايح يكون الذوق تاعها جوست جوست يعني هكذا. بالك كاين ناس تتساءل يقولوا لي نوال بالك راكي نسيتي السكر، لا لا هذاك الفلون هو راهو الذوق الكافي تاع السكر اللي رانا محتاجينه. نحي هاد الحبيبات تاعي، نقطرهم هنا في طبيسي ولا في كسكاس ولا وين راكو حابين هكذايا، نخليهم هنا باش نجوز نحط هذاك السكر من هيك. انا راني خياتي هنا نستعمل هذا سكر غلاس نونوغس، هايل من اروع ما يكون، يجي رطب بزاف بزاف. ها هو نديرو هنايا هكذا، كنت سبقت ودرت معاكم خياتي مقروط اللوز ووريت لكم طريقه تاع التسكر اللي نعمر داخل هكذايا ساشي. اليوم راني ما استعملتش هذيك الطريقه، مي بصح طريقه عمليه ما شاء الله. هكذا ندير الحبيبات تاعي هكذايا، نغطي عليهم يعني هكذا نرمدو بالربعه بالخمسه، نخلوهم هكذا ان بتي مومون داخل السكر، نغطيو عليهم مليح. علاش قلت لكم هذاك الترماد داخل الساشي راهو رايح يسهل لنا عمليه التحراك كي نعمروا هاد الحبيبات تاعنا، سواء مقروط اللوز ولا هذا بوسولات مسو داخل هذاك الكيس تاعنا، راهو رايح يسهل لنا هذيك عمليه التحريك. انا نخليهم هكذا ان بتي مومون واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق، نعاود نرجع ليهم باش نلصق لهم هذاك السكر بيدي. هاوليك هنا خياتي مور ما خليته وقت هكذايا، دوك نجوز هكذا نخدمو شويه بيدي ونسيسوه غير بشويه باسكو راهو طري هكذايا. نسكرو كيما راكو تشوفو هذاك وين نصيبو شغل كتله كبيره شغل دودانه، انا رايحين نحيوها على بالي دوك تضحكو كي قلت لكم دودانه، وين تصيبو هكذايا شغل فيه بزاف سكر، اكو رايحين تنحيوه تخدموها بيدكم هكذايا بطبع هكذا من تحت تاني تنحولو باش نيفيتيو هذيك الكميه كبيره تاع السكر اللي ما عندهاش فايده. هكذا هكذا ها هذيك الحبيبات تاعي هنا هكذايا، ونخليها من هيك في السنيوه ونكمل كامل الحبيبات بنفس الطريقه. انا مور ما سكرناه كامل نجوز نشدو هكذا الصفايه تاع القهوه هكذا، ونعطوها هذيك الرشه باش يبان لنا هذاك بوسولات مسو تاعنا مغبر بالطبع، نجوز نديرو في الكيسات ونشوفوه جاهز في طبق التقديم. بوسولات مسو تاعي هاوليك راهو واجد، هاوليك الشكل تاعو النهائي،
درتو في هذيك لا دونتيل وزدت له لي كيسات، جا من اروع ما يكون، جاي يدوب في الفم. نتمنى هذه الوصفه تجربوها وتخبيوها ان شاء الله لعيد الفطر المبارك، الا كنا ان شاء الله ملحيين اكو رايحين باذن الله تزينوا بها الطاولات تاعكم. على بالكم هذه الوصفه تقليديه ومحبوبه يعني، وشغل اقتصاديه شويه، اللي يحب حاجه هكذا هي مسكره بلاصه مقروط اللوز راهو رايح. صح كل واحد في بلاصتو، مي بصح والله العظيم غادي يجي من اروع ما يكون بلاصه راهي رايحه كما نقولوا تتعوض تاع مقروط اللوز على حسب امكانيات كل واحد، ونعوضوها ببوس ولا تمسو اللي جانا يدوب في الفم. دوك هذيك نجوز ونقسمو حبيبه ونشوفوها الداخل كيفاش جات. بصح قبل ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم سامحوني على الحس تاع التليفون، نضاليا شغل نحي نديكونيكتي وندير هكذاك مود افيو كي كون نصور، لعبها لي هاد الخطا واش عليه. شوفوا هنايا راني حابه نقسم معاكم هاد حبيبه تاع بوس ولا تمسو، نشوفوها الداخل كيفاش جات هكذا. انا راني حابه هكذا نقسمها بيديا باش نشوفوا النتيجه تاعها. بسم الله، شوفوا كيفاش يجي من اروع ما يكون. وجاني نحل اليوم نهاري معاه، انا ندير شويه سكاكر ندير شويه عسل ونصيب هذاك النحل كامل عندي. شوفوا كيفاش جا الداخل، تقولي مقروط اللوز ولا غروندي غيبا كامل بوسوله تمسو، جا هايل هايل خياتي والله العظيم. نودكم ما نشهيكم، راني كاع سكاكر سامحوني، بصح حبيت هكذا نقسمها لكم بيدي باش تشوفوها.